أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يعقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي اجتماعا ظهر غد الاثنين، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الإدارية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة. ويترأس المكتب التنفيذي العمري فاروق نائب رئيس النادي وعضوية كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق وخالد مرتجي والدكتورة رانيا علواني والدكتور مهند مجدي أعضاء مجلس الإدارة. أفصح حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن نيته الدفع بشريف إكرامي حارس مرمى الفريق في عدد من المباريات المقبلة من أجل ضمان موقعه في منتخب مصر. وأشار البدري إلى أنه يجد صعوبة في ترتيب ثلاثي حراسة المرمى والمكون من شريف إكرامي محمد الشناوي وعلي لطفي. وأضاف البدري أن إكرامي شارك في مباريات سابقة، والآن الشناوي يشارك وعلي لطفي أيضا سيحصل على فرصته في المستقبل. وأوضح المدير الفني أن إكرامي سيشارك في الفترة المقبلة قبل مباريات المنتخب لأنه لديه اقتناع كامل باللاعب وإمكانياته الفنية. وجه البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي رسالة للجماهير مطالبهم بالاطمئنان بسبب وجود حسام البدري مديرا فنيا للفريق، وأكد على أهمية التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال جوزي إن البدري مدير فني مميز وعمل معه لسنوات كمدرب مساعد وكذلك مديرا للكرة، والبطولات التي حققها البدري في الفريق ساهمت في نجاحاته. وأشار جوزي إلى أن الأهلي حاليا يمتلك فرصة جيدة للفوز بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل. ينتظم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية عقب مباراة الأسيوطي المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز. وبدأ اللاعب يتعافى بشكل جيد من إصابته بشد في العضلة الخلفية، وينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة الأسيوطي في ظل رغبة الجهاز الفني بمنحه أكبر قسط من الراحة قبل المشاركة في التدريبات. تأكد غياب محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المحدد لها غدا الاثنين في الجولة 23 ببطولة الدوري العام والتي ستقام على استاد القاهرة. واكتفى هاني بأداء جانب من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، كما يغيب باسم علي عن الفريق في المباراة بسبب شكواه من شد في العضلة الأمامية.
قال أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي أن مواجهة المقاولون العرب التي تقام غدا الاثنين ليس لها علاقة بنتيجة مباراة الفريقين الأخيرة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن مؤجلات الجولة السادسة من مسابقة الدوري. وأوضح أيوب أن خوض مبارتين متتاليتين أمام نفس المنافس أشبه بمباريات الكؤوس أو الذهاب والعودة، وهو ما يزيد من حدة المواجهة المحدد لها غدا. وأشار أيوب إلى أن الفريق يعاني من الغيابات بشكل مستمر منذ بداية الموسم بسبب الإصابات في ظل ضغط المباريات، وهو أمر ليس بجديد على الجهاز الفني الذي يجد دائما الحلول والبدائل المناسبة. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الأحد استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع 23 لبطولة الدوري. واختار حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين للدخول في معسكر مغلق، وهم محمد الشناوي، علي لطفي، رمضان الصبح، مصطفى، أحمد فتحي، محمد نجيب، أيمن أشرف، صبري رحيل، هشام محمد، عمرو السلية، حسام عاشور، عبد الله السعيد، وليد أزارو، جونيور أجايي، وباكا، كريم ندفد، إسلام محارب، أحمد حمودي، صلاح محسن، محمد عبد المنعم، وليد سليمان، محمد شريف، وأكرم توفيق. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة الزميل محمد سعيد مرسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بك، ويريد تطمنا على كواليس تدريبات النهاردة. يا آية أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، هنا على الهواء مباشرة من ملعب بختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بعد ختام التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي استعدادا للدخول في معسكر مغلق لمواجهة فريق المقاولون العرب في مباراة مكررة، لكن هذه المباراة ضمن مباريات الجولة 23 من مباريات الدوري العام. كابتن حسام البدري، في تدريب اليوم يمكن لم يستمر في المران أقصر من حوالي ساعة إلا ربع، في حدود ساعة، بعدها مباشرة أعلن قائمة مباراة الغد أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي. تدريب كان خفيف، لم يشتمل على فقرات فنية وبدنية كثيرة، خاصة أن تدريب ليلة المباراة الجهاز الفني بيفضل يكون وحدات التدريبية فيه قليلة نوعا ما، خوفا من تعرض أي لاعب للإصابة أو الإجهاد في ظل ضغط وتوالي المباريات خلال الفترة الأخيرة. ولا أخفى عليك السر أن تدريب اليوم شهد مشاركة كل اللاعبين الذين كانوا في مباراة السابقة أمام المقاولون العرب المؤجلة، بالإضافة للمجموعة التي لم تشارك في المباراة السابقة، وبالتالي هو أول تمرين لكل اللاعبين بعد تدريب الأمس. وأول أمس كان الاكتفاء فقط بالتدريب للمجموعة التي لم تشارك في مباراة المقاولون العرب. إعلان القائمة من قبل الكابتن حسام البدري المدير الفني شهدت أبرز يعني عنصرين متواجدين في هذه القائمة. علي لطفي الحارس المنضم حديثا للأهلي في انتقالات يناير الماضي سيتواجد على دكة البدلاء، وسيكون محمد الشناوي هو حارس مرمى الأهلي غدا في مباراة المقاولون. أيضا أحدث الوجوه المنضمة محمد شريف لاعب وادي دجلة الانضم حديثا لفريق النادي الأهلي، غدا متواجد في القائمة لأول مرة يدخل قائمة فريق النادي الأهلي. على هامش مران اليوم، يمكن الجهاز الفني بعد إصابة باسم علي بالأمس كان متخوف بشكل كبير جدا لتعرض أي لاعب لإصابة اليوم، خاصة لإصابة باسم بالأمس وضعت الجهاز الفني في موقف حرج، نتيجة أن 6 لاعبين في الخط الخلفي لن يتواجدوا في مباراة المقاولون العرب. لكن الحمد لله شاءت الأقدار والظروف أن يستطيع اليوم أيمن أشرف أن يشارك في المران الفني، خاصة أن الجهاز الفني بالأمس فضل أن يكتفي أيمن أشرف بالمران البدني، لكن مشاركته اليوم في المران الفني والتقسيمة الفنية في نهاية المران جعلت الجهاز الفني مطمئن إلى إمكانية لحق أيمن أشرف بمباراة المقاولون العرب، وبالتالي دخل إلى القائمة يعني يساعد الجهاز الفني على وضع التشكيلة الأساسية وخطة خط الدفاع تحديدا. وبالطبع سيتواجد أيمن أشرف في قائمة المباراة، وهو أقرب اللاعبين للتواجد في الخط الخلفي بجوار محمد نجيب، لكن لا خلاف على أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن في ظل إصابة محمد هاني وباسم علي، وأيضا لا خلاف على وجود صبر رحيل في الجبهة اليسرى في ظل إصابة علي معلول. الجهاز الفني اطمأن على باقي اللاعبين، وليد سليماني اليوم اطمأن الجهاز الفني على حالته ودخل في قائمة المباراة، أيضا صلاح محسن، كل اللاعبين على هبة الاستعداد لهذه المباراة الهامة جدا اللي وصفها الجهاز الفني وكأنها مباراة كؤوس، خاصة
ان نفس الفريق الاهلي واجهه قبل 72 ساعه من الان وحقق الفوز عليه بثلاثيه نظيفه. كان جزء اخير في التدريب هو تدريب تخصصي على التسديد على الكرات الثابته، وتميز فيها اللاعبين بشكل كبير جدا، وليس تميز اللاعبين هو عدم استطاعه الحراس سد هذه التسديدات القويه، لكن التدريب كان متميز جدا للطرفين سواء للاعبين او حتى حراس المرمى، وهو تدريب تخصص الجهاز الفني بيجري خلال التدريبات الاخيره لزياده معدلات التهديف وزياده فرص التهديف، خاصه ان الفرق التي تواجه الاهلي دائما تلعب بشكل دفاعي بحت. تدريب لم يستمر اكثر من ساعه، في هذه اللحظات بيتوجه اتوبيس فريق النادي الاهلي الى معسكر مغلق في احدى الفنادق القريبه من استاد القاهره الدولي، والجهاز الفني يستعد بشكل جيد جدا لهذه المباريات وتواليها خلال الفتره القادمه. اليك الكلمه آية. محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا. والآن فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا. هي فكرة وكان معنا أساسها.